لعبها بلاك احنا في حبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. نتجول مع مجموعة من الأهداف في حقب مختلفة، وطبعا كما تعرفون هناك دورات دولية قادمة بإذن الله تعالى. نحاول أيضا نسلط الضوء على الكثير من هذه الدورات وندونها تاريخيا في مبارياتها، في أهدافها، في نجومها، دائما من خلال هذا البرنامج. أيضا الكرة الكويتية والدوري الكويتي، الدوريات الخليجية، المباريات الدولية بشكل عام، البرنامج منوع في أهدافه، لأن هذه ذكريات تحمل سجلا مميزا، سجلا كبيرا في تاريخ الرياضة سواء الكويتية أو الخليجية أو الأسيوية بشكل عام. بعد الفاصل نبدأ الحديث. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 11/12/1996 السعودية وإيران، والإيران كان معاهم منو؟ علي دائي وكريم باقري وخداد عزيزي، ثلاثة من اللاعبين المميزين في منتخب إيران. ومنتخب إيران كان في تلك الحقبة كان فريق مميز، وكانت الكرة الإيرانية في 96 كرة تضم النجوم المميزين أيضا، لذلك لا قرابة أن تفوز أيضا أي إيران على السعودية وبأهداف من اللاعبين اللي ذكرتهم. ربما تكون مباراة قائبة، نسترجع معا دعونا نشاهد. كورنر تلعب للمنتخب الإيراني، الآن ضربة ركنية لعبت على طول، تلعب عضو الخطرة، هذه خطرة تحت الجول، إنما تنشال توصل للباقري، يحرز الهدف الأول في المباراة للمنتخب الإيراني. كريم باقري يحرز أول أهداف المباراة لمنتخب إيران في الدقيقة أفراد. كريم باقري يحرز الهدف الأول في المباراة. شوف الإعادة من زاوية أخرى، تلعب على طول في مرمى محمد الدعية، زاوية أخرى، هذا باقري على طول يحرز هدف منتخب إيران الأول في المباراة. ترتد لعلي أكبر منتخب إيران، لعلي رضا، منصوريان، علي دائي، لمنصوريان خطرة المنتخب الإيراني، منصوريان داخل خط 18 بالعرض، يتعدي حصل 11 خطرة، كدابي هدف منتخب إيران الثاني من علي دائي، هدف منتخب إيران الثاني في الدقيقة 36. هذه عادة لكرة علي دائي في مرمى الداعية، هذا علي دائي يحرز الهدف الثاني للمنتخب الإيراني. كرة لعبت خطرة من هذا اللاعب كدادي عزيز، وعلي دائي على طول يحرز الهدف الثاني للمنتخب الإيراني. شوف هذا كدادي عزيز، علي دائي على طول إلى مهر داز منفان، توصل إلى علي رضا، منصوريان منتخب إيران، منصوريان خطرة يلعبها تحت الجول، الله، كداد عزيزي يحرز هدف منتخب إيران الثالث في هذه المباراة، مباراة كبرى للمنتخب الإيراني، مباراة كبرى للمنتخب الإيراني،
كذاب عزيز دي يحرز الهدف الثالث للمنتخب الإيراني في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الثاني. مباراة غير متوقعة من ناحية النتيجة والأداء بالنسبة أيضا للمنتخب الإيراني. مباراة كبرى والمنتخب الإيراني يقدم عرض غير متوقع، ولم نكن نعتقد أن المنتخب الإيراني سيفاجئ الساحة بهذا المستوى بالذات أمام منتخب السعودية اللي ظهر بمستوى رائع من خلال المباريات اللي قدمها. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا، في 16/12/1996 في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم في أبو ظبي لعب السعودية والصين. ولما نحكي عن يوسف الثنيان مثل ما يقولون عنا بالإغناية، يوسف الثنيان لاعب وفنان، لاعب مميز يعرف الطريق إلى المرمى، ولاعب فنان بالفعل. يوسف الثنيان دائما لما نذكره نذكره بالخير. وذكرت أيضا مجموعة من اللاعبين اللي كانوا مميزين أيضا في فقرات ماضية، بس يوسف ثنيان ما ذكرناه في المباريات الماضية مع المنتخب السعودي. دعونا نشاهد الفوز للأخضر. بديله هو عبد الله سلمان، وفي ضربة ركنية لمنتخب الصين الآن، كرة عالية ومحاولة جول جول للمنتخب الصيني من ضربة ركنية، من ضربة ركنية يطير لها المدافع زانغ إنوها، زانغ إنوها ويسجل. شوف من ضربة ركنية ما كان في متابعة من دفاع المنتخب السعودي، وزانغ إنوها بالفعل يستغل خطأ دفاع المنتخب السعودي ويسجل الهدف الأول. حتى الآن المحاولات كلها لصالح المنتخب الصيني، هذه محاولة أيضا وللأمام وللمنتخب الصيني، لا زالت قائمة أيضا داخل منطقة جزاء المنتخب السعودي. كرة عالية للمنتخب الصيني أيضا في الجهة الأخرى مع ليو يوي، قطرة هدف ثاني للمنتخب الصيني في مباراة بالفعل، في مباراة غريبة جدا للمنتخب السعودي، في مباراة غريبة جدا جدا للمنتخب السعودي. المنتخب الصيني يسجل هدفين في أول 16 دقيقة، نفس الأخطاء ونفس الارتباك، والمنتخب الصيني يسجل الهدف الثاني عن طريق بينغ ويغو للمباراة من خلال الشوط الثاني. هذا التماوي الآن يلعب في مكان محمد شليه وفهد المهلل، يحاول وهذه محاولة مع كرة جول جول جول، برافو 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 برافو. الثنيان الثنيان في الدقيقة الأولى اللي لعب فيها بالفعل يوسف الثنيان جول للمنتخب السعودي. هذا التماوي وترتد من دفاع حارس مرمى منتخب الصين في متابعة من يوسف الثنيان. حسين عبد الغني محلل يحاول أيضا في متابعة أيضا من دفاع المنتخب الصيني، وفي محاولة جول جول الله الجابر الجابر، هدف التعادل للمنتخب السعودي. هذه مباراة، هذه مباراة ولا في الأحلام ولا في الأحلام. الجابر والمنتخب السعودي يتعادل من كرة يتابعها أيضا من نفس الزاوية ويسجل منها سامي الجابر هدف التعادل للمنتخب السعودي.
مع يوسف سنيان اللي بالفعل اعطى المنتخب السعودي شكل اخر. وهذه كرة الجابر حطها جول جول حطها جول 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 لمهلل 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 الهدف السعودي الثالث الهدف السعودي الثالث والهدف السعودي الثالث المرة هذه بقدم المهلل المرة هذه بقدم المهلل شوف المهلل أخذها وبشماله خالد مسعد خالد مسعد أيضا مرة ثانية في مكان سليم تماما الثنيان كرة جول جول الثنيان هدف الأمان هدف الأمان خلاص خلاص هذا هدف الأمان من الفيلسوف يوسف الثنيان هدف الأمان هدف الثنيان اللي تخلص وسجل هدف الثاني في هذه المباراة وهدف المنتخب السعودي الرابع في المباراة الكرة في الأساس قدم خالد مسعد على قدم الفيلسوف يوسف الثنيان اللي تخلص محاولة المنتخب الصيني كرة عالية وللأمام في مكان جول 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 للمنتخب الصيني عن طريق أيضا اللاعب اللي سجل الهدف الأول زانغ إينوها هدف في الوقت بدل الضايع للمنتخب الصيني هدف للمنتخب الصيني في الوقت بدل الضايع عن طريق زانغ إينوها شوف جاسم يلعبوا جاسم يلعبوا أحبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم أهداف متعددة نحاول دائما نرضاكم بإذن الله تعالى في اختيار مجموعة من الأهداف سواء على المستوى المحلي على المستوى الخليجي على المستوى الأسيوي وندون التاريخ والسجل للكثير من هذه البطولات بإذن الله تعالى قدا لنا موعد جديد فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم مع السلامة Come on!